والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. زما عزت مند مشرانو دار سے نمخ کے خو تاسو ته دا درخواست کوم چې د قرآن شریف د تلاوت مجلس دی او محفل دی، نو د تلاوت اورېدو دا اورېدل ضروری دی. خدای پاک وایي وی اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. او چې چا شور و شغب کړی دی دا خدای پاک د مذمت په شکل ذکر کړی دی، نو تاسو ښه په خاموشۍ باندې دا مجلس سرته ورسوئ. بهذه المناسبة السعيدة وفي هذه الحفلة المباركة وبقدوم ضيوفنا الكرام أرحب بهم من قبلي ومن قبل أساتذتنا في الجامعة ومن قبل مدير الجامعة وإدارة الجامعة أن أرحب بهم ترحيبا من أعماق قلوبنا وطيات أكبادنا، وندعو الله عز وجل أن يبارك في حياتهم الميمونة وينفع بهم الأمة وأن يجعل قدومه الميمون إلى هذه البلاد سببا للخيرات والبركات والسعادة من الله تبارك وتعالى، وأن يبارك في حياتهم وأن يستفيد من قراءتهم العلماء والمشايخ والناشئة من الطلبة والعوام، وندعو أخيرا كذلك في لحياتهم و نجل قدومهم سعادة لنا ونتشرع بهم تشريفا ونرحب بهم مرارا من أعماق قلوبنا وطيات أكبادنا، فأهلا وسهلا بهم جميعا.